النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بتوقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون الأجواء باردة بوجه عام في مناطق مختلفة من المملكة مع ظهور كميات من السحب العالية، والرياح تكون عموما هذه الليلة خفيفة متغيرة الاتجاه، تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وهذا الأمر يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت. بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع نهار يوم غد، وفي استعراض لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، إلا أن هناك انخفاضا متوقعا على درجات الحرارة الملموسة. هذا هو تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية على فترات، ويحتمل هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في بعض المناطق المحدودة. الرياح تكون ما بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية معتدلة السرعة، لكنها تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق سيما الصحراوية. في خليج العقبة الرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة، تنشط على فترات. خلال ساعات الليلة القادمة، ليلة عفوا السبت على الأحد، يتوقع أن يكون الطقس باردا بوجه عام في مناطق مختلفة مع استمرار ظهور لكميات من السحب المتوسطة والعالية، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات المحلية من الأمطار، وتزداد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت. أما بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الأحد، وتكون الأجواء بوجه عام مقارنة مع يوم السبت أكثر دفئاً، ويتحول طقس الصبح لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافئاً نسبياً في بقية المناطق، في حين يكون طقس دافئاً بوجه عام في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. أما يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تتأثر المملكة في ساعات النهار بجبهة هوائية تسمى دافئة، تأتي في مقدمة تأثير منخفض جوي يقترب من المملكة، بحيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات حرارة في ساعات النهار، وأجواء تكون أقل برودة في عموم المناطق، ولكنها تكون دافئة بشكل ملحوظ في بقية المناطق، وبما في ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. والرياح تكون بوجه عام جنوبية غربية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة مع حبات قوية أحيانا، وتكون هذه الرياح يعني يوم الاثنين مثيرة للغبار ومسببة لبعض الموجات الغبارية في أجزاء واسعة من جنوب وشرق المملكة، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وبهذا الخصوص يوصى طبعا يوم الاثنين من الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة هذا الغبار، كذلك الأمر يعني ضرورة الحذر من والوقاية لمرضى الجهاز التنفسي والعيون من مخاطر حدوث مضاعفة نتيجة ارتفاع نسب الغبار في الأجواء. هناك توقعات بهطول أمطار رعدية مع ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء، وذلك مع اقتراب المنخفض الجوي نحو المملكة، يتوقع نشوء أحوال جوية غير مستقرة في مناطق عدة من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية للمملكة خلال هذه الليلة ونهار يوم غد والأيام القادمة. دائما تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.